السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المهني الفرع التجاري، أهلا وسهلا بكم في أسئلة مادة محاسبة الشركات الخاصة بالثالث المهني الفرع التجاري اختصاص المحاسبة، الامتحان التمهيدي اللي جرى هذا اليوم بتاريخ الخميس 9/2/2023. عندنا ملاحظة الإجابة عن 4 أسئلة فقط. السؤال الأول: عرف ثلاثا فقط، رأس المال، التصفية، الشركات المساهمة، المشروع الفردي. ب: قررت إحدى الشركات المساهمة زيادة رأس مال بمقدار 50 مليون دينار، فقامت بإصدار أسهم بقيمة القيمة الإسمية دينار واحد وتوزيع على المساهمين مجانا، وإجراء المقاصة بمقدارها من الاحتياط الاختياري، علما بأن رأس مال الشركة هو 100 مليون دينار. المطلوب إثبات المعالجة المحاسبية اللازمة. 2. تحديد نسبة الزيادة في رأس المال. السؤال الثاني: اتفق أسامة وسرمد على تكوين شركة تضامنية باسم شركة أسامة وسرمد التضامنية برأس مال مقداره 1 مليون دينار، مقسم بينهم بنسبة 3:2 على التوالي، على أن يقدم أسامة حصته نقدا في الحساب الجاري لدى البنوك، أما سرمد فقد فقدم ميزانيته محله وكانت كما يأتي: الموجودات 3 مليون ين، سيارات 15 مليون، بضاعة 38 مليون، مدينون ما واضحة، بنك 4 ملايين و800 ألف. المطلوبات رأس المال 59 مليون، دائنون 4 مليون، وقد تم الاتفاق على تعديل الموجودات كما يأتي: تعديل قيمة الأثاث بالنقصان 20%، تعديل قيمة السيارات بالنقصان 20%، قدرت البضاعة بمبلغ 39 مليون و100 ألف، أعدم دين مقداره 200 ألف، يسحب أو يدفع الشريك سرمد الفرق عن طريق البنك. المطلوب إيجاد حصة كل شريك في رأس المال، إثبات القيود الخاصة بسجلات الشركات سرمد التجارية وإغلاقها وفق الطريقة المباشرة، إثبات القيود الخاصة بتكوين رأس المال للشركة التضامنية، إعداد الميزانية الافتتاحية للشركة التضامنية. ما أسباب انفصال الشريك في الشركات التضامنية؟ السؤال الذي وراء: حققت شركة تضامنية ربحا مقدارها 40 مليون دينار، وكان عقد الشركة ينص على دفع فوائد بنسبة 10% ووزع الباقي بين الشركاء س ص ع بالتساوي، في ذلك التاريخ كانت الأرصدة 60 40 30 مليون دينار على التوالي. السؤال الرابع ورق ألف: هل ألزم قانون الشركات العراقية رقم 21 لسنة 97 الشركات المساهمة باتباع طريقة ما لتخفيض رأس المال، وما الأسباب الداعية لذلك؟ ب: مهدي ويحيى شريكان متضامنان يقسمان الأرباح والخسائر بينهما بنسبة 2:1 على التوالي، وكانت الشركة في 31/12/2007 كما يأتي: الموجودات البنك 5 ملايين، البضاعة 10 ملايين، موجودات ثابتة 7 ملايين و500. المطلوب رأس مال الشريك مهدي 15 مليون، رأس مال الشريك يحيى 7 ملايين و500، وقد اتفق على قبول أحمد شريكا ثالثا للشركة، وذلك عن طريق شراء نصف حصة الشريك، حصته من الأرباح والخسائر مساوية لحصة الشريك مهدي، إذا علمت بأن القيمة السوقية الموجودة لقيمتها الدفترية. وقد قام أحمد بدفع مبلغ 7 ملايين و500 إلى الشريك مهدي لقاء نصف حصته. المطلوب قيود اليومية اللازمة. 2. تصوير الميزانية الافتتاحية بعد الانضمام. 3. استخراج نسب التوزيع للأرباح والخسائر الجديدة. السؤال الخامس: فيما يأتي عمليات من شركة سعد وحازم التضامنية، سحب شريك سعد مبلغ 500 ألف دينار عن طريق البنك، سحب الشريك حازم بضاعة بسعر البيع مبلغها 250 ألف دينار. المطلوب تسجيل القيود اللازمة في سجل الشركات سعد وحازم التضامنية. فرع باء: حصلت الموافقة مسجل الشركات على تأسيس شركة الفرات الصناعية للأصباغ برأس مال 20 مليون دينار مقابل طرح ما يساويه من أسهم، وقد اكتتب المؤسسون للاكتتاب العام، وقد اكتتب المكتتبين لجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب والمكتتبين كاملة القيمة الإسمية، علما بأن مصاريف التأسيس بلغت 750 ألف دينار. المطلوب تسجيل القيود اليومية اللازمة، الميزانية الافتتاحية للشركة. هذا أعزائي الطلبة كل ما موجود. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.